يا مساء الفل والسعادة على كل الناس اللي بيتابعوا برنامج حاجات اون اير دايما وفي كل مكان. النهاردة حلقتنا مختلفة شوية. النهاردة هنتكلم عن ما وراء الكواليس، عن كل حاجة بتحصل وراء الكاميرا. كلنا بنروح أفراح وبنروح مؤتمرات وبنشوف قاعات وبنشوف قاعات مؤتمرات، وأكيد حضرنا على الأقل حتى لو في التلفزيون مؤتمر أو فرح أو أي مناسبة عموما، لكن عمرنا ما سألنا الناس إيه اللي تعرفوه عن اللي مجهز القاعة أو عن اللي مجهز اللبس الناس اللي لابساه في القاعة أو عن الحاجات اللي ورا الكواليس. النهاردة حلقتنا هتكون بتتكلم عن ما وراء الكواليس، وعشان كده إحنا معاكم النهاردة نتكلم عن اللي ورا الدنيا. والمهن دي اللي هنتكلم عن جزء كبير منها النهارده، وهي مثلا زي الستايلست والفاشن بكل انواعه، الفاشن بلوجر والديزاينر والويدنج بلينر، وكمان زي ما زميلتي الاء قالت كل المهن اللي وراء الكواليس. وعشان كده هنبدا معاكم باول حاجه وهي الويدنج بلينر. كلميني شويه اكتر يا الاء عن الويدنج بلينر. الويدنج بلينر كان معروف من 5 سنين، كان معروف في الأسر الراقية أو في المجتمع العائلي أو كده، لكن دلوقتي من 5 سنين تقريبا بدأ بعض الشباب والبنات ياخدوا يستخدموا المهنة دي، ودخلوا فيها بتكلفة قليلة جدا. بدأ إن هما يبقوا ان هم يصمموا بقى القاعات ويصمموا الديزاين اللي بيليق على المكان. حاجه بسيطه جدا عشان ابقى ويدنج بلانر، ممكن ابقى انزل اخد كورسات، او ممكن انزل مثلا مع ويدنج بلانر اصلا وابقى عارف وابقى عندي خلفيه في الموضوع ده. بحاجات بسيطه جدا ممكن، يعني بنستخدم مثلا حاجات بسيطة، إمكانيات بسيطة بالظبط كده، وبتبقى بتكلفة بسيطة جدا. والويدنج بلينر عامة يعني ممكن أنزل مع ويدنج بلينر كبار جدا، ممكن أبدأ إن أنا يبقى عندي خلفية في الأماكن القاعات والأفراح وكده، عشان يبقى عندي خلفية في الأماكن لما مثلا بعد كده لما يجي زبون أو كده يبقى أنا عندي خلفية من عن الأماكن، إن أنا أقدر أول ما يقول المكان يبقى أنا أقدر. بس دي مش لازم اكون عروسة بس، ده ممكن ابقى مثلا بنظم لقاعة مؤتمرات، لحفلة عموما، عيد ميلاد مثلا، صح كده؟ ممكن حاجات كتير قوي، هي مش مختصرة على الافراح او على الخطوبات، لا ده هي بتشتغل حاجات كتير قوي، ففرح في اي قاعة عموما بتشتغل دلوقتي، حتى لو عامل بارتي صغيرة في البيت برضه بالظبط، حتى لو برنامج والله دلوقتي قليلة جدا وحاجات بسيطة جدا. حتى لو انا مش محتاج تكلفة، انا ممكن اتابع على اليوتيوب او كده مثلا الويدنج بلانر بيعملوا ايه وابدا اعمله انا في البيت. الموضوع بسيط، محتاج بس ممارسة، وهتكون تكاليف بسيطة جدا كمان، مش مكلف اللي بيقدم المواقف اللي زي دي. وعشان كده احنا دلوقتي معانا مكالمة من الويدنج بلانر او مصممة الحفلات اسراء الجندي. اهلا بك يا اسراء. اهلا بك يا اسراء، نورتيني وشرفتيني في البرنامج حقيقي. ربنا يخليكي. كلميني اكتر، يعني ايه كلمة ويدنج بلانر او منظمة حفلات؟ بصي، هو في البداية ان احنا هي ويدنج بلانر معروفة قبل كده في الفنادق اللي هي ستارز، ان هو الناس تبقى مسؤولة من التنظيم والحاجات الافراح، تمام؟ بس مؤخرا احنا بنبدأ ان احنا نتكلم، يعني الناس تبدأ تحجز معانا الافراح، تمام؟ هي ويدنج بلانر الناس هي منظمة الافراح، تمام؟ والمناسبات. بنبدأ بقى ان احنا نتكلم عن الكابلز، وان هم ازاي يختاروا الفرح يعملوه فين، والشكل بتاعه عامل ازاي، والسيت اب والانترنس والحاجات دي كلها، تمام؟ هو اللي معانا دلوقتي على الشاشة، هو ده شغلك اللي انت حقيقي نفذتيه على ارض الواقع، صح كده؟ تمام. اوكي كملي. تمام. بنبدأ بقى نشوف ان احنا ازاي نرتب للكابلز. هي ويدنج بلانر مش معناها ان احنا مسؤولين عن الافراح بس، برضو الخطوبات ممكن نعمل اعياد ميلاد، ممكن نعمل سبوع شغل بلالين ورد، حاجات هاند ميد برضو، تمام. بنبقى مسؤولين عن الايفنت او المناسبه من اي تو زد، يعني احنا بنبدا ننظم من كل حاجه، تمام، سواء لايت سواء ساوند سيستم، العريس حابين الشكل يطلع عامل ازاي، في الديكوريشن والحاجات دي، تمام. بس
وبنبدا برضو ان احنا ممكن نضيف على الباكج ان احنا نوفر لهم الميك اب ارتست والفوتوغرافر والحاجات. ده كله انت بتقدري تكونيه بس بمجرد ما اللي بيبقى محتاج التصميم بيبقى معاكي في التليفون. هو مثلا المسؤول الكلاينت اللي بيكلمني بيبقى مثلا بيقول لي انا عندي مناسبه عيد ميلاد او عندي مناسبه فرح فانت بتقدري تساعديني ازاي؟ فانا طبعا بقول له انت بس تلبس وتجهز المناسبه تمام وانا شايفه عليا. طيب ببدا بقى ان انا اظبط المكان، بشوف هو حابب المكان يطلع عامل ازاي، مكان ياخد كام فرد، ببدا بقى ان انا انظم له الحاجات دي كلها. طيب اسراء ممكن تقول لنا انت بداتي شغلك في كاودينج بلانر امتى؟ يعني بدا معاكي الموضوع من امتى؟ اي هو الموضوع بدأ مع 3 سنين تمام؟ بدايته طبعا انا معرفتي نازله في البيت كنت حابه ان انا بس اغير الشكل بتاعها من الشكل بشكل مختلف شويه تمام؟ بدات بقى ان انا اشوف على اليوتيوب ازاي ان انا اقدر في البيت بشكل مختلف، ان انا ممكن اعمل هو انا بدات الاول تمام شورت سبورت ده ليه. بدات ان انا اعمل في البيت وبدات بعدها اعرض على اصحابي برضه اللي بره اعمل لهم حاجات مختلفه في المناسبه بتاعتهم تمام. وبعدها بدات بقى ان انا اعمل ماركتنج لنفسي على الفيسبوك من الاول خالص بس بقى بدات اجيب الشغل وان هم يتفرجوا عليا ان انا اعمل حاجات بتفرج عندهم او ان انا اساعدهم. وبدات بقى انزل اشوف بقى الماتيريال تتباع فين اصلا، وبدات ان انا اتابع ويدنج بلانر معروفين في مصر. يعني القدوه اصلا في ويدنج بلانر دي اسمها نوريلا تمام. دي بدات ان انا اتابعها واشوف الافكار بتاعتها ازاي، وبدات ان انا اسستها انا عندي. وبدات انا برضو اعمل ايدي على انستغرام اتعرف اكتر. انت جميله يا اسراء وفعلا شغلك بامانه تحفه. يعني انا عن نفسي جربتك لنفسي بقى لخطوبتي انا شخصيا كنت انت اللي مصممها لي، فحقيقه انا بشكرك جدا. انا كمان شفتها، فانا كمان بشكرك جدا يا اسراء، وبجد انت جميله وشغلك جميل وان شاء الله دايما موفقه باذن الله. وزي ما احنا شفنا فعلا شغلك كان على الهوا دلوقتي واكيد عجب كل المشاهدين، وانا حقيقي بشكرك جدا. بس قبل ما اختم معاكي عايزه كمان اسالك، هل الويدنج بلانر دي شغلانه انا ممكن اشتغلها او اي حد مثلا يقدر يشتغلها؟ في ليها كورس ليها تدريس معين ولا هي موهبه؟ بصي هو على حسب الشخص اللي حابب يشتغل، لو هو يعني مهيئ نفسه لحاجه زي دي هو يعرف ان هو يشتغل فيها ببساطه جدا. يعني انا اصلا بدايه من 3 سنين لحد النهارده ما فكرتش ان انا ممكن اروح كورس والحاجات اللي هي الاونلاين الحاجات دي كلها. بدات بس ان انا اتابع الويدنج بلانر اللي هم معروفين قوي في افكارهم والحاجات، بدات ان انا نفذ واحده واحده اشتري الماتيريال اوفر كل حاجه ليا تمام. في ناس بتدي كورسات الحاج يبدا برضه ممكن من على اليوتيوب يجيب بس حاجات بسيطه كده ماتيريال كمان مش مكلفه باقل الاسعار او باقل الماتيريال اللي احنا بنشوفها في الشارع العاديه ممكن نعمل منها حاجه واو يعني في الديكوريشن والحاجات دي. طب ممكن تقولي لي مكانك عشان الناس اللي متابعينا دلوقتي يعرفوا مكانك يقدروا يوصلوا لك ازاي؟ انا اسمي سويت اندي مقيمه في مدينه السادات تمام. طب ممكن اسم البيج بتاعتك كمان على الانستا او فيسبوك؟ هي اسمها اسراء الكندي ايفنت. اوكي بشكرك جدا يا اسراء، وانا حقيقي سعيده بوجودك معايا النهارده في الحلقه، وان شاء الله تشرفينا في حلقه تانية تكوني ضيفه معانا. شكرا يا اسراء. ودلوقتي اعزائي المشاهدين انا هتكلم معاكم عن الفاشن بشكل عام تمام، وازاي بدا من العصور القديمه وتطور مع الوقت للعصور الحديثه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. وده من العصور القديمه كالعصر المصري القديم. وانا اسفه مش عايزه اقطعك والله. لا اتفضلي. بس احنا معانا كمان مكالمه تليفونيه من مدام عزه، نورتينا. تمام. الو. ايوه معاكي على الهواء، اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن حضرتك توطي التلفزيون بس وتسمعينا من التليفون؟ ازيك يا لولو؟ انا كويسه الحمد لله. عامله ايه يا حبيبتي؟ انا كويسه الحمد لله. يا جماعه الاول استاذه عزه تبقى خالتي. اهلا وسهلا، منوره الدنيا يا استاذه عزه. انت ولاده والضيوف اللي معاكي. اهلا وسهلا. ميرسي خالص يا خالتي. شكرا لزوجك جدا والله. انا حبيت اتصل بيكي عشان اقول لك منوره انت ولاده، وبقول لك على الهوا الف الف مبروك. الله يبارك فيكي يا حبيبتي، تسلمي لي وشكرا لسؤالك بجد. شكرا. لا ربنا يخليكي يا حبيبتي، ودايما بالنجاح النجاح يا الاف. ربنا يخليكي حبيبتي. الله يخليكي. متشكره جدا. شكرا جدا يا حبيبتي. شكرا جدا استاذه عزه، ميرسي جدا. كمل يا احمد. ارجع تاني لموضوعي.
اللي هو ازاي الفاشن تطور بشكل عام من العصر القديم للعصر الحديث اللي احنا عايشين فيه ده، من ايام كمان القدماء المصريين كانوا يعني ملتزمين بلبس محدد ومعين، وهي كعبايه مصريه زي اللي احنا كنا عايشينها دلوقتي في الوضع الحالي، وكان بالثوب الابيض. تمام. مع تطور الاجيال حتى في العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه دلوقتي في مصممين عالميين، مش بس على مستوى القارة او كده، زي مثلا كوكو شانيل، دي عندها دار في لندن. تمام. بتعرض فيها احدث الصيحات للموضه عامه على مدار السنين. برضو في تطور دائم برضو. تمام. في اللي هو كمان ايف سان لورانس، ده برضو في لندن، وعنده برضو البوتيك بتاعه وبيعرض فيه، وملتزمين بحاجات معينه زي اللبس بشكل عام. تمام. كل ده بيبقى الذوق العام للمكان اللي احنا فيه وللزمن اللي احنا فيه كمان، كالعصر كمان اللي احنا فيه، او على اختلاف القاره، يعني قاره اسيا، قاره اوروبا، قاره افريقيا. احنا ذات عن نفسها كافريقيا لينا لبس معين، احنا لو حد شافنا من بره هيتقال عليه لا ده مصري، لا ده خليجي، لا ده اسكندروني مثلا. تمام. على حسب بالظبط لبسه بالظبط كده. بس ف في برضو كالاكسسوارز. تمام. طب بالنسبه للمصممين، اشهر المصممين في مصر او هو كمصممين عالميين؟ تمام. طبعا مش قصدي طبعا حاجه. تمام. كمصممين عالميين في كمان في كيلفن كلاين، ده من العصور الحديثه بقى اللي لسه طالع جديد برضو. كفي في 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 رالف لورين برضو. طيب احنا كمان ممكن بالنسبه كمان للتصاميم او للفاشون، هندخل كمان على الفاشون بالنسبه للاكسسوارات او اللي احنا كبنات شكل الطرحه، يعني مثلا احنا النهارده في الحلقه بدون اي ترتيب انا اول مره الف الطرحه بالشكل ده، استاذه الاء نفس الكلام طرحتها مختلفه، استاذه سندس، استاذه الاء، كل واحده فينا ليها شكل مختلف في الطرحه. ده يدل يدل على ان ده ستايل على حسب لبسها، على حسب كل ستايل لبس معين. بالنسبه للاكسسوارز مثلا، يعني كان زمان بيحددوا طبقات يلبسوا مثلا اللبس من الاكسسوار السوري من الفضه او الذهب للطبقات اللي هي ايه العليا، اللي هم بقى الامراء والمماليك والطبقات العليا. الطبقات اللي هي اقل شويه اللي هي عامه الشعب يلبسوها مثلا بقى اللي هو الخشب والحاجات الاقل جوده واقل خامه. جينا دلوقتي بتلاقينا بنلبس مثلا ايه الفساتين السهره او الافراح او كده ليها اكسسوارات معينه، مثلا لبس فورمال او كلاسيك او كاجوال او سيمي فورمال او كده، كل ده ليه اكسسوارات معينه وبتختلف طبعا من ماتيريال كتير جدا جدا جدا، سواء بقى فضه او نحاس او احيانا زي الاكليريك، حاجات كتير وانواع كتير، وده طبعا بيرجع لاختلاف عصورنا لاختلاف العصور واختلاف التفكير بالنسبه للديزاين والفاشون. وكل ده برضو بيرجع للزمن او العصر اللي احنا ماشيين فيه. وعشان احنا اتكلمنا عن الفاشون فطبعا كان لازم يكون معانا مكالمه من الفاشون ديزاين او مصممه الازياء ايه مصطفى. اهلا بيكي يا ايه. اهلا بيكم، نورتيني في البرنامج. احنا اللي مبسوطين بوجودك معانا. وعايزه قبل اي حاجه اعرف منك يعني ايه اصلا مصممه ازياء او فاشن ديزاين. بصي، هو الفاشن ديزاينر هي الشخص اللي بيعرف يحول اي فكره في دماغه لحقيقه، وبيقدر هو ينسق ويظهر الماتيريال بتاعته بشكل مميز جدا، وان هو يقدر يعمل مود بورد يستوحي منها افكار جديده ويطلع لنا ديزاين مختلف احنا نكون اول مره نشوفه. طيب عايزه اعرف منك كمان، هل كل الحاجات دي بتاخديها عن طريق مثلا هي مجرد تبقى فكره، ولا ممكن لون معين يعجبك فتطلعي منه فكره، شكل معين يعجبك فتطلعي منه فكره، بتجيبي الافكار اصلا منين؟ بصي، انا وصلت لدرجه من فتره كده ان انا ممكن اشوف القماشه باللون اتخيل الديزاين بتاعها، فحتى يعني اشوف لون معين ممكن اعمل الفكره في منت كده وتخيل الديزاين وببدا ارسمه طبعا، ولو في اي تعديل بظبطه، بعمل اي حاجه جديده في دماغي ببدا اظبطها.
يعني كل الحاجات دي بتعرفيها بس من مجرد ما تبصي للقماشه، مش محتاجه ان انت معلومات تانية من بره. لا طبعا اكيد انا اخذت طبعا كورسات كتير، بدات بكورسات بسيطه وبعدين خدمتي بقى واللي حببتني اصلا في الفاشن استاذه هبه ادريس، رحت اخذت عندها كورس وكانت بجد من اجمل التجارب اللي عملتها في حياتي. تحيه طبعا كبيره للاستاذه هبه. ازاي اعمل فاشن وازاي اقدم شغلي والحاجات دي، لا خالص هي ادتني خبره في مجال الشغل نفسه، ازاي اتعامل مع الناس، ازاي افتح ورشه لنفسي، ازاي ابدا افتح شركه خاصه بيا. هي بجد انا يعني ما قدرتش اشكرها او اتكلم عنها مده طويله جدا مش كفايه. طيب ايا حابه اسالك، انت ازاي او ليه سبتي كل المهن او كل الشغل اللي ممكن يكون كان قدامك واشتغلتي المهنه دي بالذات؟ لان انا من وانا صغيره جدا كان عندي شغف كبير قوي في مجال الموضه والازياء، كنت دايما بتابع المصممين العالميين ودايما بتابع الموضه ودايما بحب ان انا اوثق لبس على بعضه، يعني كان لفتره كبيره عندي الشغف ده وكنت حابه قوي ان انا ادخل في الكارير ده جدا. ولما بدات الخطوه حسيت ان فعلا انا حابه كده، وده مش مجال دراستي، بس لما دخلت لقيت نفسي حباه. طب عايز اسالك كمان سؤال اخير يا ايه، عايزه اعرف منك انت بداتي امتى وكمان اقدر اوصل لك ازاي، يعني لو ليكي بيج مثلا على الفيسبوك او على الانستجرام ممكن تقولي لي على اسمها دلوقتي. اوكي، هو انا بدات من سنتين طبعا زي ما قلت لك، بدات بالكورس وبدات اصور واحده واحده لحد ما عملت الحمد لله يعني بيزنس خاص بيا بسيط كده. وعندي بيج على الفيسبوك اسمها فاتي شيفتي فاتي انديتي، دي البيج بتاعتي وبنزل عليها بعض الشغل. وعندي طبعا المحل بتاعي في وسط المنوفيه برضه بعرض فيه شغلي، فيعني الحمد لله اللي انا وصلت له طبعا. وعايزه اشكركم جدا جدا بجد على وجودي معاكم في البرنامج. لا احنا اللي بنشكرك حقيقي بجد، شكرا ليكي جدا، معانا النهارده طبعا شكرا ليكي ونورتينا وشرفتينا جدا جدا يا ايه. انا مبسوطه بجد ليكوا قوي بجد، احنا مبسوطين ان احنا تعرفنا عليكي والله. طبعا قبل اي حاجه طبعا احب اوجه الشكر والتحيه طبعا للدكتوره الاء والاستاذه ندى، واحب كمان اوجه التحيه للاستاذ سماح على مجهودهم اللي بذلوه معانا والمجهود الجبار في الورشه معانا، وانهم قدموا لنا الخطوه ديت في سننا او كسن شباب صغير، قدموا لنا الخطوه ديت وخطوه مهمه لحياتنا، فطبعا احب اوجه لهم الشكر الاول. احنا اللي بنشكرك جدا حقيقي وبنشكركم كلكم على وجودكم دايما معانا. طيب بما اننا بقى بنتكلم عن الفاشن ودخلنا بقى في المجال اصلا اللي هو بيشغل كل البنات عامه في الفتره الاخيره، هنتكلم بقى عن الموديلنج او الموديل. طبعا دلوقتي في الفتره الاخيره بقت البنات هواسها كله بالموضه والالوان وتنسيق اللبس. طيب دلوقتي بقت الموديل كان ايام زمان بيرتبط بقى بالجسم الرفيع جدا والبنوته البيضاء الشقره اللي عينها ملونه، لكن دلوقتي اختلفت كل المقاييس دي تماما، وبقت دلوقتي اهم ميزه انها تبقى موجوده في الموديل انها تبقى عندها الملكه او انها تخطف الكاميرا او انها تشد الانتباه او تجذب الانتباه، بحيث انها تخلي اكبر عدد من المتابعين يتشدوا لها للقطعه وتضيف لها لمسه جماليه وتبين مدى جمال القطعه دي. طيب ودلوقتي كمان العائد او ان المرتب ما مش زي بقى زمان معتقدنا عن الشغل ان هو وظيفه بشهاده التخرج، لا ده دلوقتي بقى معتمد، بقى سوق العمل كمان اوسع وعلى نطاق اوسع واكبر، فبقى في مجالات كتير زي ما اتكلمنا عنها طبعا عن الفاشن والستايلست، واتكلمنا طبعا عن الويدنج بلينر وزيهم برضو الموديلينج. طيب انا طبعا يعني بما اني كنت قبل ما اجي اتقدم في الخطوه ديت طبعا كنت اشتغلت في مجال الموديل، واهم حاجه لقيتها كمان لما اقتحمت العالم دوت، اهم حاجه لقيتها ان الموديل تبقى عندها داتا واكبر كميه من الداتا، وهو دوت اللي بيثبت شغلها وبيثبت مرتبها، هو اللي بيحدد كمان وخبرتها وانها تقدر تخطف الكاميرا. بقى دلوقتي سهل على اي بنت انها تبقى موديل، بس اهم حاجه انها يكون عندها الملكه انها تخطف الكاميرا وتخطف الاضواء طبعا، وانها كمان تتابع وتحدث وتطور من نفسها، وانها كمان ما تقتصرش بس على او انها تتكلف
في القطعه اللي هتعرضها، لا اهم حاجه البساطه، اهم حاجه انها تبقى واخده بالها من اهم التفاصيل، لان هي دي اللي بتفرق من الموديل للتانيه. وفي امثله كتير جدا طبعا، في امثله لناس كمان كانت مصابه بمرض البهاء، وطبعا كل ناس كتير مشهوره، ومع ذلك رغم ده كان الدافع وكان هو اللي مديها ثقه كمان انها تشتهر في مجال الموديل. وطبعا في نماذج زي كده كتير جدا في المجال ده وفي العالم. انا بشكرك جدا جدا، وانا دلوقتي لسه عارفه ان انت موديل، فعايزه اقول لك شكرا على كل المعلومات اللي انا خدتها منك، وعايزه دلوقتي اني ابدا بيت هاتف من الستايلست او الرائع، مش هسميه بس الستايلست لان هو بالنسبه لي حد مهم جدا، ياسر انور. نورتني يا ياسر. منورك يا دكتوره. انا كويسه الحمد لله، اهلا بيك ومشرفنا جدا في البرنامج. اهلا وسهلا بحضرتك. عايزه اسالك اول سؤال، عايزه اعرف منك يعني ايه اصلا كلمه ستايلست؟ السؤال ده بيتسالك اكيد كل يوم. ايوه طبعا، حابب بس اوضح في لفظ تاني غير الستايلست، في فاشن ديزاينر، وطبعا في ناس كتير بيحصل عليها خلط عن الجملتين دول. الفاشن ديزاينر هو اللي بيصمم الفاشن، بيصمم قطعه مثلا كملابس، ده شغله خالص غير الستايلست. طبعا الستايلست شغله بيبتدي من بعد مرحله الفاشن ديزاينر، فهو شغله مبني على بعض، فهو لازم يكون فاهم شويه نوعا ما في الفاشن ديزاينر عشان يقدر يكون فاهم في الستايلست. يعني لازم يبقى عندك خلفيه في الاثنين. ايوه طبعا تمام، بس هو مش نسبه كبيره في الفاشن ديزاينر، هو مجال وده مجال تاني. تمام. طيب قول لي يا ياسر، هو امتى وصل لك او امتى جالك فكره ان مهنه الستايلست دي، او زي ما بتقول التصحيح للمعنى ده، مهنه مهمه او اساسيه؟ جات لك امتى الفكره ان هي تكون مهنه او مهمه أو اساسيه بالنسبه لك؟ هو تقريبا من 6 سنين كنت انا شغال في مجال الملابس، فابتديت اهتم بالالوان، ابتديت الاقي ان الفكره ان ممكن اكون لابس قميص وعليه بنطلون غير شخص تاني، ممكن يكون عليا غير التاني، ابتديت افهم ان في فرق، يعني انا افهم ازاي ان ممكن القميص ده يليق على الشخص ده وما يليقش على شخص تاني، وكذلك البنطلون ده ممكن ما يليقش على شخص تاني، وكذلك القميص ده ممكن يليق مع القميص ده وما يليقش مع القميص ده، فابتديت ان انا اتجه للموضوع اقرا عنه واخد كورسات فيه وكملت فيه. طب انت بتحدد الشخص ده يلبس ده او الشخص ده يلبس ده على حسب ايه؟ لبسه مثلا او شكله العام او وزنه او جسمه او لونه؟ ايوه، هي بتفرق في لون البشره طبعا، وزن الجسم، وممكن يكون الشخصيه او الطقم، المكان اللي هيلبس فيه الطقم ده ممكن يكون حفله غير برنامج غير مسلسل غير اعلان، فبالتالي ان المفروض ان افهم هيلبسه في ايه، وبناء عليه ابتدي احدد بقى من شخصيته وطريقه لبسه، فكده حدد ده ممكن يليق عليه او لا. يعني انت بتحدد وكاستايل لبسه، بتحدد على اساس الاول الكراكتر، بعد كده بتحدد على اساس الشخص اللي واقف قدامك اصلا شكله عامل ازاي، صح كده؟ نعم ايوه طبعا. نورتني. بتعملي مقاييس اساسيه اصلا. تمام، نورتني يا ياسر جدا حقيقي، وانا مبسوطه ان انت اتكلمت معانا النهارده، وكمان مبسوطه بيكوا جدا جدا يا شباب، وكان نفسي ان الفقره تطول اكتر من كده ونكون معاكوا اكتر من كده، بس للاسف وصلنا للختام. نتمنى نكون افدناكم ولو بمعلومات صغيره، بس استنونا في حلقات جديده وفقرات جديده من برنامج حكايات ايه، استنونا دايما.